حالي حال أي بنية، تزوجت فبالي أم بقى أسس أسرة، أم بقى أستقر أجيب أولاد، لين ما اكتشفت شوي شوي أن هالإنسان اللي تزوجته خيانات عنده. ربني إياها يوم كنت حامل بولدي الأول، حالتي كانت أنه ممكن أسقط بسبة الضرب اللي ضربني إياه. يوم رحنا عند مكتب المحامي وهو عنده كان اطلاع على الاتفاقية قبل لا نروح، زوجي أصر علي أن أنا أجي مكتب المحامي على أساس نتفق. صارت بيننا مشادة كلامية، قاعد يقذفني بالكلام، بغيت أطلع من مكتب المحامي منعني، قام ضرب المحامي إنزين ضربة قوية وضربني في نفس الوقت وكسر مكتب المحامي. البنت حاليا حضانتها عندي، فأوديها عند أبوها كل جمعة وسبت على مثل ما أقرت المحكمة، وقبل لا أساسا تصير تقر المحكمة أنا أساسا ما حرمتها من أولاده، هو بس يبي يسوي شيء قانوني كضغط علي. وأخذ الولد من بداية وقال لي حرمني من شوفته، يعني قال لي إذا تبين تشوفينه روحي طلبي زيارة من المحكمة. ورحت المحكمة سويت طلب عاجل، من تاريخ 16 صدر الحكم لها اليوم ما شفت ولدي. يعني مو عدلة ان الاخ يتربى بعيد عن اخته، حاليا اولادي ما يشوفون بعض، يعني وضع الاجتماعي ما يسمح له انه يربي ولد، شلون عاطل عن العمل وما يدش في حسابه غير العلاوة الاجتماعية، شلون هذا بيقدر على مصاريف ولد؟ الوضع اذا بيستمر كذي الأولاد هم اللي بيكونون ضحية، يعني لازم يكون في قانون محدد أوكي يحمي المرأة ويحمي الأطفال. أبي أوجه رسالة لرئيس الوزراء أنه ينظر في قضيتي، أتمنى أنه ينحل موضوعي وترجع حضانة الولد إلي، أم بينلم شمل أولادي على الأقل.